نجاة نقول لها صباح الخير ليلى. صباح النور، صباحكم بربحكم مرة ثانية. ونقدم لكم المفاجأة اللي راهي معايا لنهار اليوم. إذا اليوم معايا أنا جاية عندك ليلى، ما قدرتش نقعد هكا بعيدة عليك. مرحبا. إذا عندي الشيف مرام معايا، راح ترافقني طيلة هذه الحصة وراح تطيب معايا كامل الأطباق وراح تشوفوها وش راح تحضر. مرام صباح الخير. صباح الخير. هي عندنا شيف صغيرة اليوم. ما شاء الله عليك مرام. لاباس حموسك؟ صافا؟ مليحة. نجيبوا الحناك، الحناك تاع الله يبارك. الله يبارك ما شاء الله. اذا ليلى اليوم راح تكوني محظوظه، ما حتكوني وحدك. كنا اليوم راني بيان اكونباني. سورتو يقول لك الاطفال احباب الله، والله يبارك عليها حتى اللي شاطره ومتمكنه في المطبخ. اذا اليوم راح نطيب ونقصر وراح نكون اليز مع مرام اليوم. مع مرام صباح الخير. صباح الخير. واش راكي؟ لاباس. راكي خايفه شويه؟ راكي اليز. نسيب لنا في التلفزيون يا اخشو، راكي في كوزينه تاع ماما. عندك ماما واحدة أخرى اليوم شاف ليلى، احنا قاعدة معاك. احكي لنا مرام، تحبي طيبي؟ واش تحبي طيبي؟ قولي لنا، بيعي لنا شوية. اها. لي بانكيك. اها، مستوى عالي. لي بانكيك والميني بيتزا. وين تعلمتي طيبي مرام؟ عند شاف نوال وليلي في الايادي الذهبية. دارت فورماسيون كما قلتي الورشات. الورشات نعم، لي زاتولي هادو هايلين. وانت في الدار تحبي تطيبي؟ yeah. تعاوني ماماك في الكوزينه هكا شويه. عساك اليوم يعني راح تشرفينا اليوم مع ليلى. ما بديناش مع ليلى يا اخ مرام. هيا خلاص مالا دوك مالا شاف ليلى تقول لنا واش حطيب وتسمع معانا مرام هكا باش تتبع معاك. اليوم كيما نقولوا حطيب في كل حاجه اليوم لازم تساعدني في كل حاجه.